حبايب، القناة مالي مثل ما تعرفون مشهورة بقناة الاستكشافات والسفر وشغلات حلوة عن السفر ويت شغلات، حتى عن الطيران ويت شغلات. بس اليوم الفيديو راح يكون مختلف. خابروني جماعة من أصدقائي، قالوا أكو عروض صايرة، عرض لأول مرة باتفاقية ويا اللجنة الأولمبية دا يسوون للركاب الخيول والخيول الأصليين العراقيين. فاليوم احنا رايحين نصور لكم شغلة جديدة وحلوة جدا، ركاب الخيول والعرض مال الخيل يسوون بيه عروضات، مشون قدام الناس وبي جماهير وشغلات حلوة. تابعوا ويانا شوف الفيديو، ان شاء الله فد شيء حلو ومختلف ويعجبكم. طبعا العرض بمدينة كركوك بملعب نادي كركوك سابقا، وتحذيرات الخيول كانت في الساحة الخلفية، الساحة الترابية، على مود يتحضرون ويدخلون للعرض. أول ما دخلنا الملعب شفنا شغلات حلوة، مخلين أكلات وشغلات راقية من الفولكلور الكردي يبيعوها للناس. شوف الازدحامات بالممر. عروض الخيول الأصيلة العراقية والكردية من كل المحافظات. أخليكم تستمتعون بالفيديو، ما أحكي لكم هواية، بس إنما الخيول جاي من كل المحافظات وبي حتى نسوان. طبعا شفت أنا بالنسوان هنا العرض مسووه أحلى، عندهم تجربة أحلى وعندهم تمارين مسوينها قبلها وتحضيرات أحسن. وطبعا كانت فيها حضور جماهير كثيف، والسبب انه اول مرة هيك مهرجانات يكون داخل المدينة. ولاحظوا وياي بالفيديو كمية الاعلاميين، كثافة. طبعا الخيول المستخدمينة مو خيول عادية، إنما خيول أصيلة، وهذني النوع من الخيول غاليين جدا ومدربين. حتى الأكلات اللي ينطوها للخيول يختلف ويا الخيول العادية. طبعا خلف الكواليس كان أكو كادر مكون من عدد كبير جدا، تنظيم الخيول، تنظيم الأغاني، تنظيم دخولياتهم، وتنظيم الأشخاص اللي يركبوها، ونوعيات الخيول، وكل شيء كادر من قبل اللجنة الأولمبية، وكادر من قبل اللجنة المنظمة للخيول. الفيديو هاي نهايته، كانت فيديو مختلف وبتجربة مختلفة وتصوير مختلف، شيء مختلف عن قناتي. أتمنى يكون عجبكم، وشكرا للجماهير والقنوات الإعلامية، وشكرا للجنة الأولمبية تنظيم هيك احتفاليات
ويخلون الناس يفكر بوجهات مختلفة والتعايش السلمي والأخوة والمحبة.